بتغذي مصر كلها، ومصر فقدت فنانة كبيرة وعظيمة الله يرحمها، وإن شاء الله يرحمها لأنها سايبة تاريخ عظيم من أعمال ذات القيمة اللي كلنا تربينا عليها. وفنانة كانت محترمة، وده الفن راقي، وده الفن اللي احنا لازم نقتدي بيه، والله يرحمها بإذن الله. أعظم شيء حصل في الحياة الفنية، والبسم الله نفضل نفتخر بيه عمرنا كله، ان احنا بننتمي لوسط فني كان فيه اسم فاتن حمامة، اسمها يفضل باقي طبعا، وفنها يفضل كل الأجيال تتعلم منه العمر كله. حبيتي حبيتي ادي سكه ادي سكه يا جماعه عندكم، انت سدد بالطويل كده على سالك طريق، انت صوب وشك خش كده بقى صح. اه انا عشان غيرك اسمح لي نقول كلمه واحده، نرجو لها الرحمه ونرجو لمن حولها الصبر. فقدنا نجمه كبيره وعظيمه وسيدة الشاشة العربية بوفد عبيد مصر، وخسارة كبيرة للفن المصري والسينما العربية كلها. فقدنا إنسانة عظيمة وفنانة قديرة وتاريخ من العطاء، كان كله مشرف وكله جميل، وكانت قدوة لناس كتير قوي، وعالجت مشاكل كتير قوي في السينما المصرية. مفيش أي كلام ممكن يتقال النهاردة ممكن يوفيها. أقول حبيبتي إن لله وإن إليه راجعون. العالم العربي ومصر بتودع فنانة، هي الرمز وهي القدوة للفن المحترم، كانت وهتفضل طول عمرها هي الرمز للفن المحترم والأعمال النظيفة الجميلة لغاية النهاردة. بكرة هنفضل مستمتعين بيها. كان لي الحظ إن أنا أول يوم أقف قدام كاميرا كنت واقفة قدام هي في ضحايا الكروان، كانت فرصتي الجميلة اللي حظيت بيها. إنسانة جميلة، بقول ربنا يثبتها عند السؤال إن شاء الله ويرحمها ويغفر لها. وعلى قد ما متعت الشعوب العربية كلها بطلب لها المغفرة والرحمة. أسلم الجوز جديدة، شجعي الجوز في أول طريقه، وقفي جنبه، وأنا كمان كان ليها موقف جميل معايا لما خدت جايزة من الدولة في أول بداياتي، سمعت منها أرق كلام. لا هي ست عظيمة في كل شيء، بس لا نملك دلوقتي غير الدعاء ليها بأن ربنا يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته يا رب، وثبتها النهارده عن الصواب. وصيتي لكل من أحبها ولكل من تأثر بفنها الجميل أن يدعو لها الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة والجزية والإحسان إحسانا والسيئات عفوا ويجعل قبرها روضة مليانة جنة وهي في قلوب المؤمنين. يعني إذا كان في أم كلثوم في الغناء ففي فاتن حمامة في السينما أثرت فينا وعبرت عن المرأة العربية والمرأة المسلمة.